لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، هل تعرفون نورهان نصار؟ أعرف أنكم لا تعرفونها. هل سمعتم عن هذا الاسم نورهان نصار؟ الغالبية أو الأكثرية، ربما يكون الكل يقول لا، لم نسمع عن هذا الاسم نورهان نصار. إنها فتاة مصرية، مصرية الأصل، ماتت منذ أسبوع في بريطانيا في سن 25 من عمرها. نقول عليها بالبلدي ماتت صغيرة، في عز شبابها، 25 سنة، وماتت موتا فجائيا بلا مقدمات، نزيف في المخ وماتت فورا. طيب، بيحصل. لكنها ماتت ملحدة، الحدث منذ 5 سنوات، من 5 سنين فاتوا، يعني عندها 20 سنة، الحدث، وكانت ناشطة في مجال الإلحاد، مشتركة في كثير من المنظمات الدولية والعالمية التي تحض وتشجع على الإلحاد، خاصة في بلاد العالم العربي، وتدعم الملحدين الجدد، وتعرفهم كيف يعيشون من غير الرب، من غير إله ولا ربنا، ازاي كيفوا يعيشوا. طيب، وبعدين؟ كانت ناشطة جدا، وقبل أن تكون ناشطة في الإلحاد، ده العجيب، كانت ناشطة
في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الإسلام، وتعريف الناس بالإسلام، والدفاع عن الإسلام ضد الشبهات. من سن كام؟ من 12 سنة لـ20 سنة. وكانت تصلي، وكانت من أسرة لا تصلي، أسرة غير متدينة. في سن 12 من عمرها بدأت تستيقظ لتصلي الفجر، وأهل البيت ما بيصلوش. عاشت في مصر مدة، والخليج مدة، وبعدين على بريطانيا. الوحيدة في البيت اللي بتصلي، تصلي الفجر حاضر، تقرأ قرآن، وراحت حفظت قرآن، تتعلم الدين، ثم أصبحت ناشطة في مجال الدعوة إلى الله عز وجل والدفاع عن الإسلام، ثم ملحدة. النقيض العكس تماما. قصة عجيبة جدا، وده مش مجالي برضو، مش بقول كده عشان الموضوع ده. لما ماتت وكانت ناشطة كما قلت، وكانت تعمل مع بعض المسلمين الذين كانوا يعرفون حقيقتها ويتعاملون معها ويتعايشون معها، لما ماتت أقاموا لها صلاة جنازة في مسجد من المساجد، ثم قاموا بختم القرآن على روحها. لحد كده الأمور ما كانش حد يعرف بيها خالص. هنا تفجرت الأحداث. من هنا بدأنا نعرف مين هم النصارى. فأما الملاحدة، زملائها الملاحدة، هجموا اللي صلوا عليها وقرأوا القرآن على روحها، قالوا انتوا كده انتهكتوا حريتها. ده هي هربانة من المسجد، ده هي هربانة من صلاة المساجد، ده هي هربانة من صلاة الجنازة، ده هي هربانة من القرآن، ده هي أنكرت وجود الله، فانتوا تصلوا عليها عشان تدعوا ربنا يغفر لها ويرحمها. ده الملاحدة يقولوا انتوا كده تعديتوا على حقها، والحقوق في بلاد بره محترمة جدا، قالوا تعديتوا على حقها، انتوا أهدرتوا حقها، انتوا لغيتوا اللي هي عملته في الـ5 سنين، انتوا فأدانوا مين؟ اللي صلوا عليها. هجموهم. ومن هنا ظهرت الأحداث. وبعدين ظهر فريق تاني برضو بيهاجم اللي صلوا عليها. مين دول؟ المتدينين. قالوا للي صلوا عليها ده انتوا مش فاهمين حاجة، ده انتوا مش فاهمين دينكو، اللي ماتت كفرة وملحدة يتصلى عليها ليه؟ وتترحموا ربنا عليها ليه؟ وتختموا القرآن على روحها لماذا؟ فدار سجال ونقاش وحرب بين الفريقين. ده اللي وصل لجهات التواصل وسمعت، والدنيا بدأت تعرف من هي نورهان نصار. عرفتوا الموضوع بقى؟ ده القصة. أما الموضوع، الناس اللي صلوا عليها، زملتها صلوا عليها صلاة الجنازة وختموا القرآن على روحها واستغفروا الله لها وترحموا عليها. الناس ديت اللي عملوا كده ايه؟ ناس طيبين بس جهال، هم اللي فجروا الدنيا، هم اللي هيجوا الملاحدة، وهم اللي هيجوا المتدينين ايضا. السؤال، اللي عملوه صح؟ لا مش صح. فعلا زي ما الملاحدة قالوا، انتوا انتهكتوا حريتها وخصوصيتها ورغبتها واختيارها، اختارت ان تموت ملحدة او ان تعيش ملحدة، اختارت ان تتخلى عن القرآن وعن الصلاة وعن المساجد وعن الرحمة، واستغنت عن الله الواحد الأحد، وكانت بتعلم الناس كيف تعيش بلا رب. هي اختارت. انتوا ترجعوها تاني لربنا، دخلوها المسجد تاني، ده غسلوها اسلامي، كفنوها اسلامي. انتوا عارفين الكفن الاسلامي يعني ايه؟ الكفن الاسلامي هيعملوا لها كده غطاء للراس اللي بتغسلها، هتغطي راسها وتغطي رقبتها، تعمل لها خمار صغير في
في الكفن بيعملوا كده خمار برضو للمتوفى وقميص وبعد كده يعني واحدة كأنها واحدة محجبة ده تحت الكفن. خلاص حجبوها تاني جوه تحت الكفن وكفنوها وغسلوها وصلوا عليها صلاة الجنازة، دخلوها المسجد صلوا عليها صلاة الجنازة وقروا القرآن على روحها، فانتهكوا خصوصيتها وحريتها ورغبتها. فعلا الناس اللي صلوا عليها والناس اللي اعترضوا عندهم حق برضو، المسلمين اختارت الإلحاد والكفر، انتوا ليه ترجعوها تاني الطيابة او قل قلة العلم او قول الجهل، لان هذا مخالف للقرآن. اللي يقرأ القرآن يفهم القضية، يفهم القضية. سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، ابوه كان كافر وكان بيدعي له طول ما الوالد عايش ويستغفر له يطلب له من الله المغفرة والهداية طول ما ابوه كان عايش. ايوه المشاعر والود والاحاسيس والحب الفطري الجبلي. وربنا قال لنا تشبهوا ابراهيم في دي، اسمع ربنا قال ايه، قد كانت لكم اسوة حسنة، اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إلا قول إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أسوة حسنة. الخطاب لمين؟ للمسلمين. تأسوا بإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عداوة وبغضاء بدت بيننا وبينكم، أظهرناها لكم وبيناها لكم. الولاء والبراء كده، ما هي دي. ربنا لنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أدي الأسوة الحسنة، أدي الدرس، أدي التوجيه. هذا هو الأمر الإلهي للمسلمين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كلام واضح إزاي؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لما والده مات قول على الإلحاد سميه كده، أو مات على الكفر أو على الشرك، ربنا قال إيه؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأن أبوه كان بيقول له إيه؟ هخش في الإسلام، هخش في الدين، أنا ههتدي، أنا هبقى معاكم، اصبر عليا شوية، بكرة هبقى زيكم. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إمتى تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله؟ لما مات. قال خلاص مات من غير اسلام من غير دين يبقى عدو لله. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم. اللي يموت على الكفر نتبرأ منه. تبين لنا انه عدو لله. اللي يموت على الكفر مختارا
طائعا راغبا، فقد تبين لنا أنه عدو لله. إيه الواجب علينا؟ نتبرأ منه. أما الإخوان اللي صلوا صلاة الجنازة عليها، يبقى خلفه ملة إبراهيم، يبقى خلفه القرآن، يبقى خلفه الأسوة، يبقى تصرفوا غلط. طب الشيوخ اللي قالوا صح، انتوا كده عليه عملتوا كده، الدنيا برضو قامت عليهم. انتوا يعني كمان مش عايزين الناس تترحم على الناس، مش عايزين الناس تستغفر للناس، حتى الميت ما تسيبوا الناس تصلي عليه. هو انتوا ربنا هتحاسبوا الناس؟ الدنيا كلها ايه هايجه في بعض علشان نغير الصهر. الملحده الملاحده هايجين، والمتدينين هايجين، وفي النص في نص نص بيهاجموا دول ويهاجموا دول. وانا هذا الموضوع لا يعنيني. ايه اللي يعنيني؟ ان انا عايز اقول لك ان في موجه الحاد، لان نورهان هذه ليست الوحيده، ده كانت عضو في منظمات عالمية ودولية للتشجيع على الإلحاد في بلاد العرب، في البلاد العربية، وموجة الإلحاد في تزايد. وتخيل أن واحدة كانت ناشطة في الدعوة إلى الله والدفاع عن الإسلام ورد الشبهات، مع كتلة مع الملاحدة والقرآنيين والشبهات، ودي ضعيفة وصغيرة ومهاش مرجعية من العلماء، لا مرجعية منهج ولا شيوخ ولا جماعة ولا حاجة خالص. كانت في مهب الرياح تعبت وقفت وسلمت، ما عرفتش ترد على الشبهات فألحدت. كم سنة؟ 5. لما ماتت كم سنة؟ 25 سنة لما ماتت في الموت خلاص. انما الدرس البنت دي لوحدها لا، في زيها كتير. شوف الجزيرة العربية بيلحد منها اعداد كبيرة جدا، خصوصا من البنات الحاد ومن الشباب، ده غير الانحراف بقى والكتير. كأن حنفية واتفتحت في البلاد العربية. تونس فظيعة، الجزائر فظيعة، الأردن فظيعة. أحوال. وقبل نورهان دي شيء بشيء يذكر، مات قبل منها بأيام، من أيام أسبوعين، كان من منكري السنة الروايات والحديث، ومنكر ومهاجم وكل ده ولاغي لاغي لاغي. فلما مات في الإمارات في سوريا حسن البصري وأهله صلوا عليه الصلاة جنازة في المسجد، اتباعوا اللي عارفين الحقيقه ده كان بينكر السنه، في صلاه جنازه كنت في السنه، القران ما فيهوش صلاه جنازه في السنه، بس في المسجد وليه صليتوا عليه صلاه الجنازه؟ وكذلك اعداؤه برضو قالوا نفس القصه، ده بينكر السنه، بينكر الروايات والاحاديث، ما فيش صلاه جنازه ولا غيره، اي حاجه في الروايات عنده مرفوضه وملغيه. وما احنا نرجع تاني ندخله الجامع ونقيم عليه السنه ونصلي صلاه الجنازه، الله. وبعدين ادي العالم اللي ماشي عايز القران ينكر السنه، نرجع نطبق عليه السنه. ملحده وماتت نرجع نطبق عليه الاسلام؟ ايه ده؟ الناس انت اعرف الولاء والبراء، اعرف الاحكام الحلال والحرام، اعرف حتى القران، القران قصه سيدنا ابراهيم واللي معاه، لانها اسوه لنا، قدوه لنا، مامورين بالتشبه بها وتنفيذها وتطبيقها. من تبين لنا انه عدو لله تبرأنا منه. امتى يتبين لنا؟ لما يموت على غير الملة خلاص. نرجع احنا تاني بطيابة نخالف الملة، نخالف الدين،
يتهموا بالإلحاد. البنت دي مش لوحدها، وفي موجة كده في العالم العربي انحرافات، دول مش ملاحدة بس بينكروا السنة، التنويريين، في ناس تانيين اسمهم الحنفاء، اللي يعني حتى ولا القرآن ولا سنة بس كده ايه، حنفاء وأسماء وقرآن بلا مذاهب، إسلام بلا مذاهب، ومش عارف ما عرفش مين غير بقى العلمانيين والليبراليين، يقول لك مسلمين، كل دي اتجاهات فكرية، والأولاد بتوعنا بيسمعوها أو بيشوفوها أو بيتأثروا بيها فينتشر الإلحاد. لا عايز أقوله، خلي بالك الشباب واللي تحت من الشباب الأولاد في خطر دام. عارفين الموضة؟ الموضة أي حاجة جديدة بيعملوها، أي حاجة جديدة تخطر في بالك. شوف البنطلونات المقطعة موضة، عايزين يلبسوا بنطلونات مقطعة. مين دول؟ مين دول؟ ده دول ولادنا، ده أنا بشوف ولاد الإخوة ولاد الأخوات لابسين بنطلونات المقطعة ديت. يقول لك الولد عايز يلبس، الولد عايز يلبس، وبالتالي ايه، ولادنا اي موضه بتنزل عايزينها. ده في قصه شعر معرفش عامله ازاي، عايزين يحلقوا نفس الحلقه، امال ايه، عايزين بيشوف الواقع، عايز يقلد ده ويقلد ده، فاي موضه عايزينها. ومن الموضات الالحاد، اي حاجه جديده هيمشوا فيها. خلي بالك على اولادك، خلي بالك على اخواتك، لان التدين في تراجع. شوف ولادنا في خطر، مفيش دين. الولاد في المدرسه، يطلع المدرسه على المعهد، واللي بيقرا في المدرسه حدث ولا حرج، والمعهد وعشان الاستاذ يشرح لهم المقرر لازم يعمل لهم موسيقى واغاني ويعمل لهم تمثيليه ويجيب لهم الفاظ قبيحه عشان يدخل لهم المقرر في دماغهم، بهدلة. ويرس الأستاذ مع الطالبات والطلبة، بهدلة. المعاهد والسنترالات دي بهدلة. ولو درس خصوصي حدث ولا حرج، فيش مكان للدين، مكان للدين في المدرسة ولا المعهد ولا الدرس الخصوصي. أمال أولادنا، أمال أولادنا فين؟ مش هنا. أولادنا ما عندهمش دين، تدين يعني. أولادنا مستواهم ضعيف، وبعد ما يخلص المدرسة والمعهد يخش على النت، يخش على النت، يخش على الفيسبوك ولا الواتساب ولا التويتر ولا أي حاجة، برضو نفس البهدلة. دي ولادنا، ولاد مين؟ ولادنا احنا، واحنا ما نكلمهمش في الدين، مفيش وقت لا عند الولد ولا عندنا. تاني اسمع مني، ولادك ما عندهمش هم وقت عشان انت تكلمهم في الدين، في المدرسة الصبح وفي المعهد بعد الظهر وبالليل على الفيس، وانت فين؟ الولا ما عندوش وقت ولا انت كمان عندك وقت، والنتيجة التدين في تراجع، الإلحاد في زيادة. عيالنا مش مؤمنين، عيالنا ما يعرفوش الدين، عيالنا جهال، عيالنا حابين الموضة، عايزين البنطلونات المقطعة وعاوزين القصات العجيبة والغريبة. ولادنا ما يعرفوش سكة المساجد الجوامع، ولا حافظين قرآن، ولا عارفين آداب شرعية، ولا حاجة خالص. ولادنا بقوا عاديين زي بقية الولاد العاديين، فيش فرق بيننا وبينهم، فيش وقت، فيش دين، فيش. ده الواقع. ولذلك اسمع بقى، شوف الشباب هم شهدوا لاولادك، ما تستغربش لما ابنك تيجي انت تقول الولا متصاحب على اولاد وحشين، الولا بيشرب سجاير، ودي كانت موضه قديمه. لا، الولا بيشرب حشيش، الولا بقى مدمن، الولا بيشتري مخدرات، الولا بيعمل كذا، الولا عايز يعمل كذا. طبعا السجاير دي كانت موضه قديمه قوي، لما كان الولا يشرب سجاير نقول عليه ده مش نافع، انا اسف في الكلمه، نقول عليه ولد صايع، ما بيشرب سجاير ولا حاجه.
بالنسبة للعلو النهاردة ده ولا حاجة، ده مؤدب. تخيل، ده احنا في انحدار. احنا بنقول احنا مين؟ كلنا. المجتمع ماشي كده. فين التدين؟ في تراجع من زمان، ده من زمن سنين السنين، والتدين في تراجع، واحنا كمان التدين بتاعنا احنا كمان في تراجع. امال اولادنا المساكين يعملوا ايه؟ امال اولادنا يروحوا فين؟ لا احنا بنكلمهم كلمه في الدين، ولا بنشرح لهم حاجه، ولا بنقعد معاهم، ولا عندهم وقت، ولا احنا كمان عندنا وقت. ومتلاقي بقى البهدله. شوف راس السنه اللي جرى، اول حل بدايه السنه الساعه 12 12 وربع تحرش بفتاه، حدث، قول حدث فردي، بس شوف الحدث. البنت، البنت مش لابسه جيبه، حتى مين الشاب ضرب الميكرو فوق فوق، مع ولد وبنت ثلاثه طلعوا عليهم كام؟ 200 شاب. شاب لا تربيه ولا تعليم ولا حاجه، وعايزين هيقفوا. لا البنت مسكوها طبعا، ولد زي الوحوش كله عايز يمسك. بعد يقول لك ايه؟ مين السبب؟ مين السبب؟ قول لي. الشيوخ البنت اللي تطلع عريانه هي اللي بتكرر الشمع عليك. بتقول لهم ايه؟ تعالوا انتوا يا شيوخ كل حاجه تلبسوها للبنات، انتوا مش قادرين تمسكوا نفسيكوا. غض انت بصرك. انا غضيت بصري. ده الدنيا متلجة، ده ليل رأس السنة كانت ساعة وشتا. ايه اللي طلعها باللبس ده؟ فين ابوها؟ فين اخوها؟ فين عمها؟ فين عيلتها؟ وبعد كده عايزين الشبان يشوفوها. ايه؟ رضي الله عنك، حفظك الله. لا الشبان طبعا طالعين يهيصوا ويضحكوا وما صدقوا له البنت وهجموا عليها. بعد كده اقول لك ايه؟ تحرش. تحرش، زعلانين ان في تحرش، عايزين البنت تطلع كده والشبان يبصوا لها كده ويغضوا بصرهم. انو شبان؟ انو شبان دول؟ لا تعليم في المدرسه ولا في معهد ولا في البيت ولا تلفزيون. الملاحده مبرطعين، والقرانيين اللي بينكروا السنه مبرطعين، والعلمانيين والليبراليين وكله شغال. هجوم على الثوابت، هجوم على ثوابت الدين. وعلشان الشيوخ يردوا ما لهمش مساحة. وكمان حتى الشيوخ، حتى اللي عنده مساحة مش مستغلها. الوضع الديني في تراجع، لا في ندوات ولا محاضرات ولا دروس، وكل واحد برضه عنده شغل، عنده ما يشغله، والحالة الدينية في تراجع. تيجي تقول التحرش، دي بداية السنة، والبنت الطالبة اللي اعتدت على المدرسة الأستاذة في الكلية، المراقبين علوا صوتهم شوية، البنت مش مركزة، ضرب في الأستاذ خلاص. وبعدين وفي رئيس القسم كمان دخلت مكتب ومسك الديم من رقبتها ومسك دي، بهدلة بهدلة. ده التعليم اهو، جامعي وبعد الجامعي وقبل الجامعي، بهدلة. دي بداية السنة، دي بداية السنة. سنة 2019 عدت باللي فيها باللي عليها، والسنة الجديدة اهي الجواب باين من عنوانه. الجواب باين من عنوانه في البدايات. لا نعرف الغيب ولا نتنبأ بالغيب، بس الناس يقولوا الجواب بيبان من عنوانه. شوف العنوان تعرف اللي جوه ايه. يقول لك أول القصيدة كفر. إذا كان أول بيت في القصيدة كفر، أمال بقية القصيدة هتبقى إيه؟ فكر وشوف. وقفة مع الأحداث، تغيير. أولادنا في خطر، قول كلمتين لأولادك، أوعى تسيبهم التيار جامد عليهم، تيار الإلحاد والمادية، طغيان مادي فظيع. أي موضة الأولاد عايزين يجربوها.
سواء موضة في اللبس، في الأكل، في الشكل، موضة في الأفكار. هتلاقي أولادك والعياذ بالله، ربنا يحميك ويحميهم، تلاقيهم ملاحدة أو مدمنين أو مش متدينين. هتلاقي أولادك شكل تاني خالص. وبعدين واقفة مع النفس، واقفة مع الأولاد لله، لوجه الله، إعزازا لدين الله عز وجل. بصوا لأولادكم شوية، اهتموا بأولادكم شوية، كلموا أولادكم شوية، انصحوا الولاد، نبهوا الولاد، علموا الولاد، أدبوا الولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، أعين لنا، وأن يجعل أولادنا ذخرا للإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، الأولاد محتاجين نظرة، محتاجين اهتمام، محتاجين وقت. ربي علم. شوف سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، والموقف في موضوع تاني، إنما الشيء بالشيء يذكر. سيدنا إبراهيم ماذا قال لابنه إسماعيل؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. سيدنا إن شاء الله من الصبيان. الحاجة العجيبة، سيدنا إبراهيم ما قالوش إن ربنا أمر في المنام إن أنا أذبحك، ما قالوش ربنا أمر إن أنا أذبحك. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ده رؤية أنا شفتها إن أنا بذبحك. بس الابن اتعلم، سيدنا ابراهيم علمه قبل كده ان رؤيا الانبياء حق ورؤيا الانبياء وحش. فسيدنا اسماعيل فهم ان الوحي ده الواحد معناه ايه؟ امر. مين اللي علمه المعلومه دي؟ ابراهيم سابقا علمه وعرفه مسائل من ضمن المسائل ان رؤيا الانبياء حق ورؤيا الأنبياء وحي أمر من الله. فأول ما قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ده أمر من الله ليك. عرفها منين سيدنا إسماعيل؟ عرفها منين سيدنا إسماعيل؟ إلا من التعليم، إلا من التعليم والتربية والتوجيه والموعظة. علم ولادك عشان يفهموا، علم ولادك عشان يعرفوا، عشان يفهموا. لما تكلم موضوع في الدين يبقى فاهمك، فاهم امر الله ما هو، عارف دين الله ما هو. عرف ابنك بدل ما هو جاهل. جاهل بالدين يعني في المدرسه ماشي كويس، بس في الدين ساقط، ساقط دينيا. يجيب نص المجموع أو يعدي النص بشوية وهو ممتاز في بقية المواد، إنما في الدين مستواه ضعيف أو ضعيف جدا أو ساقط في التربية الدينية. مين السبب؟ أنت المدرسة، وأنت ابنك ضعيف في الدين. علم ابنك شوية، فضي نفسك لابنك أو لابنك في صحة. الإلحاد موجة قادمة، واسمع كلامي ده، موجة جاية وهجمة والعياذ بالله، والدين في تراجع وانحسار وللتدين يعني. الإيمان في تراجع، الإيمان فين؟ التيار جامد والدنيا لاهية، المشاغل كتيرة قوي وخلاص ما عادش يلاقي درس
ما عادش لها ندوة، في تضييق، في منع، هيروح فين؟ مش هتلاقيه بعد كده. إلا القلة اللي لسه في المساجد، وفي ناس خلاص اتبخروا راحوا من زمان، ما عادش لاقي درس، ولو في درس هيجي. ما عادش لاقي ندوة، ما عادش بيلاقي محاضرة. وقول كده على الأخبار كمان. النقابة خلعت النقاب، واللي كانت محجبة خلعت الحجاب، واللي كانت معرفش ايه رجعت زي ما كانت الأول. وقول كده على كل الناس. سمعتوا عن الممثلة 25 سنة حجاب وخلعوه السنة دي. بعد 25 سنة عاد في شيوخ يستمعوا لهم ينتفعوا بالمواعظ بتاعتهم، ولا في محاضرات ولا في ندوات ولا في ولا في ولا في. بعد 25 سنة خلعت الحجاب السنة دي، وهترجع تصبغ شعرها، وهتطلع للإعلام، وهتتصور، وهتروح تتفسح، وهتحضر المهرجانات والحفلات، وهتشوف دنيتها. الإيمان راح، الشحن خلص، شحن القلب خلص، والموجة اللي جاية مادية طاغية، لوثة، لوثة دنيوية ولوثة مادية، طغيان مادي رهيب. خلي بالك أنت مهدد، انت واسرتك وبيتك واولادك مهددين بالموجة اللي جاية دي. حافظ على بيتك، الايمان غزيهم بالايمان، اشحنهم علشان الشحن خلص، اشحن قلوبهم بالايمان، اقعد معاهم. شوف لقمان ذكروا لنا في القرآن، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم، إلى آخر الآيات. لقمان قال لابنه وهو يعظه، لازم ابنك توعظه، لازم تذكره، لازم تعلمه وتنبهه، تقول له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وتقول له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا. تقعد تعلم ابنك وتأدبه وتهذبه وتوعظه وتفهمه ابنك، امال هيتعلم منين؟ مين علمه غيره؟ وهكذا سيدنا يعقوب يقول لبنيه لما حضره الموت، قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ده وصية يعقوب لأولاده لما حضرته الوفاة، لما حضره الموت، وطول عمره بيوعظهم ويذكرهم. والأمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أركب خلفه ابن عباس، قال في يوم من الأيام، قال يا بني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث يعلمه القضاء والقدر وكل شيء مسائل. فرصة الأولاد لما يبقوا معاك، الدين، الإيمان، العلم. كل أولادك يضيعوا تاني، بصوا لأولادكم بصة، اهتموا بأولادكم زي زيادة، ادوا من وقتكم لأولادكم. لأن في المدرسة أنت ما تعرفش بيسمع إيه، ميله منه بيسمع ايه، وفي النت ما انتش عارف برضه بيشوف ايه، في الحاد، في طغيان مادي، او في افكار، او في كذا او في كذا. مين اللي هيعدلها؟ مين اللي هيغيرها؟ انت اللي ما عندكش وقت، يا اللي ما بتكلمش ابنك في الدين والايمان. انت مسؤول عن ابنك، الولد هيضيع منك بعد سنين، مش هيضيع منك. احنا بنقع، القرآنيين اللي بيلغوا دلوقتي والله عليهم كتير، ما عندناش شاغل برضه، تكلم ده ولا تكلم ده ولا ده. السنة دول اسمع مني،
الطيار والعلمانية والإبرانية وكل المزاج والمنطقة داخلة في مرحلة هوات وملذات واختلافات وحروب وصدامات. منطقة داخلة على مرحلة نعلم بها لربنا. خلي بالك على نفسك، خلي بالك على بيتك، خلي بالك على أولادك. نظرة للأولاد، كلمة للأولاد، اهتم بالأولاد. الإيمان أولا، العقيدة أولا. عمال تصرف على الأولاد، عاوزين دروس خدوا، كتب خارجية خدوا، عايزين كذا خدوا خدوا خدوا، بس النهاية علبة آخر. ولادنا اسمع مني، ولادنا فاضيين دينيا، واحنا كمان هنا فاضيين دينيا. الشحنة بتاعتنا خلصت، احنا خلصت من زمان، محتاجين إعادة شحن عشان نقدر نواصل ونكمل. التيار جامد، التيار اللي احنا قصاده تمسكوا بالله، اثبتوا على دين الله الذي تعلمتموه سابقا، تمسكوا بالإيمان بالعلم بالقرآن والسنة، العمل الصالح، اهربوا إلى الله، فروا إلى الله عز وجل، اعتصموا بدين الله، حافظوا على أولادكم وحافظوا على بيوتكم وحافظوا على إيمانكم. أسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة، اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة، وكرهنا في الدنيا وحببنا إلى الآخرة، وارزقنا أسباب النجاة، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. أخرجنا من الدنيا بسلام، وأخرجنا من الدنيا بأمان، وارزقنا حسن الختام، وارزقنا حسن الختام ومسك الختام يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا قرة أعين لنا، اللهم اجعل أولادنا قرة أعين لنا. اللهم اجعلهم صالحين مهتدين مؤمنين مصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.